بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلموا على قائمة جمل بالماضي المعنية بتربص 2 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2019، أول تربص بعد كأس أمم إفريقيا مصر 2019 وتتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا. جمل بالماضي كما عودنا هذه المرة دائما مع المفاجآت في القوائم تاع جمل بالماضي. نشوفوا القائمة هذه اللي راح نتكلموا عليها، الكثير من بعض الوجوه الجديدة وبعض العلامات الاستفهام وعلامات التعجب في هذا القائمة راح نتكلموا عليها وراح نتخصصوا فيها. نتكلموا على حراسة المرمى دائما مع الثلاثي أوكيجا، ألكسندر أوكيجا لاعب ماتس، وأيضا عز الدين دوخا، وأيضا الرئيس مبولهي. هذا فيما يخص حراسة المرمى، ما كان حتى جديد في حراسة المرمى، دائما مع هذا الثلاثي، الثلاثي اللي بدأ من البداية مع جمال بالماضي. في الدفاع نشوف جمال بالعمري موجود، ايضا عيسى مندي لاعب بيتيس سيفي الاسباني موجود. نشوف ايضا مهدي طهار المنتقل حديثا الى نادي ابها السعودي راه متواجد في القائمه. يوسف عطال لاعب نيس ايضا متواجد في القائمه. رامي بن سبعيني على الرغم من انه مازال لحد الساعه مازال ما لعبش مع فريقه الجديد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، الى انه متواجد في القائمه. نشوفوا ايضا يوسف عطال. اللاعبين علامه الاستفهام والتعجب اللي ذكرناها في البدايه هي استدعاء تاع رفيق حليش، كما نعرفوا رفيق حليش اللي اعلن الاعتزال تاعو بعد نهايه كاس امم افريقيا مصر 2019، نشوفوا متواجد في القائمه. دونك ما على بالناش، مازال ما تاكدتش المعلومه لحد الساعة، ما عرفناش بالغلطة في الكومينيكي، مي لحد الساعة راه متواجد في القائمة. دونك أيام القادمة إن شاء الله راح نتأكدوا من هذا الاستدعاء تاع رفيق حليش، اسكو هو ولا مشي هو. أيضا هذا فيما يخص الدفاع، نتكلموا على كاين هناك عنصرين أو ثلاث عناصر جديدة في القائمة. نشوفوا حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة، لاعب ممتاز اللي أدى الموسم الماضي وبداية الموسم هذا راه في مستوى جيد ومستوى عالي، نشوفوه متواجد في القائمة. أيضا الياس شتي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللاعب السابق لشبيبة القبائل، نشوفه أيضا مستدعي في هذا التربص. دونك لاعب اللي راه يلعب أساسي مع الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا العودة تاع الوافد الجديد، العودة تاع الوافد الجديد القديم اللي هو زين الدين فرحات، زينو فرحات كما نعرفوا، اللي راه برز هذا الموسم وبداية الموسم مع فريقه الجديد في الليغ الفرنسية نادي نيم، وشفنا الأهداف اللي سجلها والتمريرات الحاسمة اللي قدمها في هذه البداية. يعد من بين أحسن اللاعبين لحد الساعة في البطولة الفرنسية، بداية موفقة لزين الدين فرحات. راه متواجد في القائمة، يستاهل باش يكون في القائمة نظرا للأداء اللي راه يقدم فيه. في الوسط الميدان شوفوا الوسط الميدان الدفاعي دائما مع الثلاثي مهدي عبيد اللي انتقل حديثا إلى نادي نونت الفرنسي وراه يشارك بصفة أساسية ولعب، راه متواجد مع جمال بالماضي. أيضا إسماعيل بن ناصر بعد المشاركة تاعو في المقابلة الأولى مع ناديه ميلوسي ضد دينيزي ودخل كاحتياطي. المقابلة هذا الأسبوع شارك مع فريقه ضد نادي بريتشيا الصاعد الجديد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم، شارك أساسي ليلة المقابلة وأدى مقابلة لبس بها حسب الصحافة الإيطالية. هذا فيما يخص إسماعيل بن ناصر. أيضا نشوف عدلان قديورا اللي راه مع نادي الغرافة أيضا متواجد في القائمة. هذا فيما يخص وسط الميدان الدفاعي. وسط الميدان الهجومي نشوفوا دائما عندنا رياض محرز، عندنا سفيان فغولي، ايضا يوسف بالليلي متواجد، يوسف بالليلي انتقل الى اهلي جده متواجد ايضا في القائمه. نشوفوا ايضا ياسين ابراهيمي متواجد في القائمه. كان هناك عنصر جديد استدعاه جمال بالماضي مكان ادموناس كما نعرفوا غير كما انتقل الى نادي نيس الفرنسي ومازال ما لعب حتى مقابله، ممكن جدا اليوم راح يلعب يوم الاحد عنده مقابله ضد نادي ران في ملعب ران. استدعى سعيد بن رحمه اللاعب الجزائري، سعيد بن رحمه يعود بعد ما عاد مع فريقه ونعرفوا بلي تاع
تعرض للاصابه وكان راح يكون في القائمه تاع كاس امم افريقيا لانه الاصابه حرمته باش يكون مع المنتخب الوطني. هذا المره يعود مع فريقه في الشامبيونشيب الانجليزيه وشارك في هذا الاسبوع اساسي مع فريقه وادى مقابله لبس بها وسجل هدف على ما اظن. دونك سعيد بن رحمه يعود الى المنتخب الوطني. عندنا ثلاثي تاع الهجوم كالعاده، عندنا بغداد بونجاح الهداف سجل هذا الاسبوع مع السد، سجل رباعيه كامله وادى مقابله في القمه. ايضا اسلام سليماني اللي انتقل الى لايس موناكو وشفنا سجل في اول مقابله مع لايس موناكو، واليوم ايضا ان شاء الله راح يلعب مقابله مع لايس موناكو راح نتابعوها راح نتكلموا عليها. ايضا كالعاده اوندي ديلور اللي راه بارز مع فريقه مونبولي في البطولة الفرنسية وسجل هدف ممتاز كما شفناه على الرغم أنه ضيع ضربة جزاء لأنه قدم لحد الساعة مستوى لاباس به مع فريقه مونبولي. هذا ما أدى إلى تجديد العقد تاعه مع الإدارة تاع نادي مونبولي، جدد عقده أوندي ديلور. هذا فيما يخص القائمة تكلمنا عليها، قائمة تقريبا كما ذكرنا ما عدا الاستدعاء تاع رفيق حليش اللي يطرح الكثير من التساؤلات. عز الدين فرحات نعرفوا العوده تاعو جات في وقتها، نشوفوا الاداء تاعو مع فريق نيم راه يؤدي بمستوى جيد مع فريق نيم، وصحافه فرنسيه كامل يتكلم على زين الدين فرحات والبدايه تاعو. شطي اول مره، حسين بن عياده اول مره، دونك هذا هو تقريبا ما كان حتى حاجه اللي جديدة في القائمة تاع جمال بالماضي. دونك هذا فيما يخص القائمة، شكرا على المتابعة وإن شاء الله مازال من الفيديوهات وراح نتكلم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة ونتخصصوا في كل بعد الندوة الصحفية اللي راح يقوم بها جمال بالماضي راح نتكلموا على مرة ثانية على هذه القائمة وأسباب استدعاء بعض اللاعبين وأسباب عدم استدعاء لاعبين آخرين راح نتكلموا عليهم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.